قال هل من دليل على مشروعية تقبيل رأس العالم؟ أنا الذي أعرفه بالدليل هو تقبيل يد العالم بل ورجل العالم، هذا الذي أعرفه. أما الرأس أنا ما أعرف منها دليل. تقبيل يد العالم معروفة في أدلة كثيرة جدا. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم انكب على رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، والنبي سيد العلماء، إنما العلماء ورثة الأنبياء. وأيضا قد ورد عن أنس رضي الله عنه أرضاه كان يأتي لجاريته ويقول طيبي يدي فإن ثابت البناني، وهو من أروى الناس عن أنس، فإن ثابت البناني أبى علي أن يأخذ حديثا إلا أن يقبل يدي. وكان هذا من دأب علماءنا، لذلك قال العلماء يجوز تقبيل يد العالم من باب أيضا التوقير ومعرفة الحق لأهل الحق، إنما الأعمال إيش هذا للعالم. أما كانوا في طبقة واحدة أمثلنا هكذا ونحن نتدارس فقط طبقة واحدة فلا يجوز.